حاج حمدي اتفضل. السلام عليكم، ازيك يا دكتور؟ الحمد لله يا فندم، اتفضل. حمدي فتحي معاك يا بيه، اللي مكلمك امبارح حضرتك. منين انت يا حاج حمدي؟ من محل سيادتك. احسن ناس. الله يخليك يا بيه، حضرتك لما كلمت الدكتور عادل عتال. كان بخصوص ايه؟ بخصوص الارض حضرتك اللي هي بتاع الغربيه، بتاعت الصحراء الغربيه. بخصوص انت اتصلت وقلت لي اعلنوا ان في اراضي، وانا كتبت اسمي في الجمعيه او قدمت طلب، والطلبات راحت المحافظة من غير ما ياخدوا بعض الاسماء او ودوا اسماء ناس تانية. وانا كلمت مهندس عادل العتال وقال لي انا حاضر الموضوع ده من بدايته، وان لسه ما تمش الاعلان عنه رسمي من خلال المحافظة، ان يبقى تعالى يا جماعة قدموا. فكل الكشوفات دي قال لي ليس لها قيمة في الوقت الحالي. سيادتك يا دكتور، هم خدوا قالوا لنا احنا استكفينا ب7000 اسم بس، وانا كنت من اول واحد متقاعد. مين اللي قال لك الكلام ده؟ الجمعيه صح؟ اسمعني بس، الجمعيه ومعايا كشف حضرتك. ولا ليه قيمه الكشف ده، اسمعني. ما لو انت تابعت امبارح المهندس عادل العتال قال ايه، وانا يعني اتاكدنا من اكتر من مصدر عشان نبقى عارفين. الكشوفات دي ولا ليها اي قيمه. سيادتك ما انا جايب الورق من على الكمبيوتر من الاداره الزراعيه في المحل. بص يا حاج لو سمحت، علشان انا عايزك تبقى مطمن. اولا لسه اماكن الاراضي دي ما اتحددتش، دي اول حاجه. نظام طرحها ما اتحددش، اسعارها ما اتحددتش. فلما نيجي نقول هنجمع اسماء الناس اللي عايزه ارض وعايزه تقدم في ارض، على اي اساس؟ هي فين؟ فانا عارف ان انت يعني كلمتني في اكتر من نقطه، انا فاكرهم. انا فاكر والله يا دكتور سامح، معلش من غير قطع كلامك، انا والله العظيم معانا راجل فلاح وراجل عليا، والله انا فاكر الكلام اللي انت قلته ده. انا عايز اي حضرتك حتى لو اي شغلانه حتى اشتغل، فانا راجل فلاح. انا فاكر الموضوع بتاعك، ما فيش اي مصلحه حضرتك خالص. انا عارف والله، فاكر الموضوع بتاعك وبطمنك، وان شاء الله في خير قريب هقوله لك. وبس انا عايزك تطمن، لما تكون في طرح عن الاراضي هنقوله احنا كمان اول يعني نافذه اعلاميه هتعلن عنه ان شاء الله. ربنا يخليك يا دكتور سامح، والله العظيم بشكرك يا حاج حمدي. الله يكرمك. معانا مين من مطروح؟